انا قرفت، زهقت، مفيش حاجه بتظبط معايا، الدنيا مخبطه في وشي، وانا ليه بيحصل معايا كده؟ ده كلام ناس كتير يوميا بنسمعه. بكل بساطه، هو النجاح عايز قلب جريء، عايز طموح، عايز حاجات كتير. عارف انت بكل بساطه لما تيجي تقدم في وظيفه وتيجي تقول انا بقدم بس هو تحصيل حاصل، انا عارف ان انا مش هتقبل، فانا بقدم بس هو يعني بعمل اللي عليا. لا، انت مش بتعمل اللي عليك، انت كده كده مش هتقبل، لان انت اصلا من البدايه بديتها بدايه غلط، اللي هو انت مش واثق في نفسك انك هتقبل، فانت هتفشل بكل بساطه. بكل بساطه، حاجه تانية، في حد يبدا مشروع وبيفكر وخايف من الفشل اكتر من ان هو بيفكر في النجاح، فده بدايه فشل، لان الخوف من الفشل بيجيب فشل. النجاح عايز طموح، عايز ثقة في النفس. ثقة في النفس بتيجي من انك انت فعلا تبقى واثق من اللي انت بتعمله، وان انت اذا قدرت انك تكون واثق من اللي انت بتعمله، فانت هتنجح في اللي انت بتعمله. عارف، في حد ممكن يكون بيعمل حاجة في مليون حد بيعملها زيه، بس هو واثق ان الحاجة اللي هو بيعملها دي افضل حاجة في الدنيا، وبيقول للناس كلها ان دي افضل حاجة في الدنيا، مفيش حد بيعرف يعمل زيي. عارف الشخص ده بينجح. تعرف ليه؟ لان بكل بساطه في ناس كتير تتكلم عليه، هو ايه اللي بيقوله ده؟ ما هو اللي بيعمله ده في مليون حد تاني بيعمله زيه. عارف، بدايه الناس تتكلم عليه دي بدايه نجاح، لان الناس ما بتتكلمش على حد فاشل، الناس بتتكلم عن اللي عمل حاجه. وكونه ان هو الناس اتكلمت عليه، فده في لحظه من اللحظات هيأهله ان هو يطور من اللي بيعمله ده. لو كان بيعمله نص نص هيطور منه وهيعمله افضل وافضل وافضل. فده بدايه نجاح. بداية النجاح هي بداية ثقة في اللي انت بتعمله. بداية النجاح هو طموح، ان انت لازم تكون، يعني اقول لك ايه، زود طموحك، علي سقف طموحك. انت لو مقدم على وظيفة، علي سقف طموحك ان بس الوظيفة ده انا باخدها علشان هي انا في وظيفة اكبر واكبر مستنياني. يعني الطموح حلو والله، ما الطموح بيدي ثقة في النفس، وبيدي ثقة في امكانياتك. الظروف صعبة انا عارف، والدنيا مخبطة انا عارف، بس الدنيا ما بتخبطش مع اللي بيحلم كتير، لان اللي بيحلم كتير بيشوط كتير وبيحاول كتير. يعني انت اذا حاولت في 10 حاجات، على الاقل 2 منهم هتظبط، فيبقى في فرصتين. فالمحاوله بتولد نجاح، فحاولوا ما تيأسوش. الدنيا حلوه وفيها حاجه حلوه، بس حلوه بالناس اللي بتحسبها بطريقه حلوه. واهم حاجه التوفيق بتاع ربنا طبعا، وتوكلوا على الله في كل شيء.